مرحباً طلابي الأعزاء، سوف نتحدث اليوم عن دروس الأسبوع الثاني لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني، فهيا بنا. هنا طلابي الأعزاء، في اليوم الأول من الأسبوع الثاني سوف نتحدث عن الفهم والاستيعاب لدرس صباح الخير. فالفهم والاستيعاب عزيزي الطالب هما جزء أساسي من عملية التعلم والتطوير الشخصي. فالفهم يعني أن تكتسب معرفة وفهما عميقا للموضوع أو النص، بينما الاستيعاب يعني قدرتك على معالجة هذه المعرفة وتطبيقها بطريقة تفكيرية. درس صباح الخير عزيزي الطالب سوف نتعرف ونستخلص الأفكار الرئيسة، سوف نتعرف على أفراد العائلة، أيضا سوف نتعرف على الأفعال الضرورية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. أما عن الاختبار التشخيصي، يكون في بداية السنة للطلاب ويهدف إلى قياس مستوى المعرفة والمهارات التي يمتلكها الطلاب، وهذا النوع من الاختبارات يساعد في تقييم الأسس والقواعد التي يحتاجها الطلاب قبل البدء في مناهج دراستهم. نقيم المعرفة الأساسية، نقيم المهارات اللغوية، الاستيعاب والتحليل، المهارات العامة والمستوى العام للطلاب. أيضاً عزيزي الطالب سوف نتعرف على أنواع الهمزات، كما ترى أنواع الهمزات في أول الكلمة، وهي همزة القطع وهمزة الوصل، الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. وسوف نتعرف على كيفية كتابة هذه الهمزات. هنا عزيزي الطالب كما ترى سوف ننتقل إلى تفاصيل عن همزة القطع والوصل. فهمزة الوصل هي التي تكون في أول الكلمة، تنطق في أول الكلام ولا تنطق عند وصلها بما قبلها. صورتها ترسم همزة الوصل أليفا كما ترى هنا. أما همزة القطع هي التي تكون في أول الكلمة، تنطق في أول الكلام وفي وسطه، صورتها ترسم همزة القطع هكذا كما ترى بأشكالها الثلاث، همزة مع فتحة وهمزة مع كسرة وهمزة مع الضمة. هنا عزيزي الطالب سوف نتحدث عن مهارات التعبير الكتابي كما ترى. سوف نتحدث عن عناصر التعبير، نعرف الطلاب عناصر التعبير الكتابي وهي المقدمة والعرض والخاتمة. المقدمة هي تعرف الموضوع والموضوع الرئيسي الذي سنتحدث عنه في النص، تجلب انتباه القارئ وتوضح له سبب قراءة الموضوع، تقدم ملخص للنقاط الرئيسة. أما العرض يحتوي على الأفكار والنقاط التي تريد تناولها بالتفصيل، تقسم النص إلى فقرات تتناول كل نقطة بشكل مفصل، تستخدم تفاصيل وأمثلة لدعم أفكارك وتوضيحها بشكل أفضل. أما الخاتمة تلخص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها، تعبر عن رأيك الشخصي إذا كان الموضوع يتطلب ذلك، أو تعطي نصيحة للآخرين أيضاً. هنا سوف نقوم بمهمة بحثية. المهمة البحثية هي مهمة تتطلب منك إجراء تحقيق واستقصاء حول موضوع معين بهدف الحصول على معلومات جديدة أو تحليل وفهم أفضل لموضوع معين. تشمل هذه المهمة جمع المعلومات من مصادر متعددة مثل الكتب والمقالات والدراسات السابقة والموارد عبر الإنترنت، ثم تحليل هذه المعلومات وتقديمها بشكل منطقي ومنظم. المهمة البحثية سوف تكون عن أفراد العائلة، سوف نقوم بعمل مشروع يتحدث عن أفراد العائلة. وبهذا طلابي الأعزاء نكون قد انتهينا من جولتنا حول الأسبوع الثاني لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني. شاكرة لكم حسن استماعكم وطابت أوقاتكم بكل خير.